طبقا لمقتضيات المادة 151 من النظام الداخلي أثير معكم السيد الرئيس ثلاثة الأمور تتعلق بالنظام الداخلي. جوج الوزراء الله يشافيهم اعتذروا عن الحضور وعوضوا بوزيرين. حنا ما فخبرناش. كان خصو يتم التشاور معنا حول نبدلوا السؤال ديالنا معاهم لأنهم كانوا معتذرين في الأسبوع الماضي. وهذا فيه خرق النظام الداخلي. جوج سيد رئيس مادة 152 كل مرة كنقولوا أبدي هذا الشيء اللي كيدير المكتب غير معقول وغير معقول وغير معقول لا ينسجم مع لا الدستور والنظام الداخلي. ثلاثة السيد رئيس إذا كانت الحكومات قد جاوبنا السبت والحد مرة من الدار البيضاء ومرة من أكادير ما عندنا حتى مشكل. وكيقول لك خص الديمقراطية تكون في المؤسسات. السيد الرئيس هي خليني نكمل ديال لأن عندها علاقة خير. بالموضوع السيد عندها علاقة بالنظام الداخلي. هذه منذ 2022 ولجنة موضوعاتية حول المخطط المغرب الأخضر لم يتم تفعيلها وهذه مسؤولية الرئيس ومسؤولية شكرا. المكتب شكرا سيد الرئيس.